صباح الخير، معكم مصطفى فيتنس بالدارجة. وفي هذا الفيديو هذه غادي ندير واحد تجربة ديال سيمانة فيها غير الواي والشوفان، ما غناكل والو غير عصير ديال الواي والشوفان لمدة سيمانة نوصل الماكروز ديالي. المهم اليوم النهار الأول، ها هو 2/27، هذه 10 ديال الصباح. نمشي دابا نتعبر وندير الفيزيك تشيك، ندوزو للفطور بطبيعة الحال. يلا خليكم معايا. المهم الوزن الحالي ها هو، باش بديهالي 102.5. بادي فات هنا كما قلت لكم، هذا ماشي شي حاجه اللي نقدروا نعتمدوا عليها لدرجه كبيره. المهم عطيني هنا 27%. نشوف اش لي 27% ديال البادي فات، ما نقولش لك. المهم ما عليناش، المهم هو هذا. دابا ندوزو للفطور. الكحل بطبيعة الحال كما غتشوفو في هاد الفيديو من بعد، حيت سجلت جوج فيديوهات. الفيديو الاخر اللي غادي تشوفو هو التطور ديالي في شهر، غنضرب شهر ب 2800 كالوري لاصقة، فهمتي؟ المهم لاصقة نفس الماكروز تقريبا. بطبيعة الحال كنلعب مرة ما بين البروتين والفات، البروتين فات والكارب مرة كنبدلهم، ماشي بزاف ولكن غير شويه على حسب النهار. المهم دابا ندوزو للفطور. قضيه الكحول كما قلت في الفيديو الاخر، اللي هو انه عيني كيضروني هاد الايام، داكشي علاش كندير الكحول. المهم ندوزو للتذوق. المهم تقاد اللون، ما اللون عادي، شمالي كنبان زرق مزيان. المهم خدمت الماكروز بطبيعة الحال. شنو غناكل بطبيعة الحال؟ كل نهار غادي نضرب 3 ديال هادو ديال الاوميغا 3، زيت ديال الحوت. المهم عندي حتى زيت ديال الحوت، المهم غنضرب 3 غرام ديال سوا زيت ديال الحوت ولا هاد ولا 3 ديال هاد لي كابسول ديال الاوميغا 3. غادي ناخذ بطبيعة الحال الملتي فيتامين فقط. والفطور عندي غادي يكون اسيدي، عندي الفطور فيه 50 غرام ديال الواي و85 غرام ديال الشوفان. الغدا 50 غرام ديال الواي و150 غرام ديال الشوفان. قبل لاصال عندي 50 غرام ديال الواي و 50 غرام ديال الشوفان، مور لاصال 50 غرام ديال الواي و 50 غرام ديال الشوفان، وفلاشة 50 غرام ديال الواي و 150 غرام ديال الشوفان. كلشي غادي يكون مطحون، غتبقاو تشوفوا هاد العوبة، تشوفوها بزاف كاينة طحن وشرب. المهم وهذا نبداو دابا بأول وجبة، وجبة اللي غنستمتع بها بطبيعة الحال. خليكم معايا. نسيت حقا ما قلت لكمش الماكروز ديالي ديال النهار هما 342 غرام ديال الكارب، 256 غرام ديال البروتيين، و 53 غرام ديال الدهون. واحد الحاجه اللي صراحه عندي 15 غرام، زعما 15% ديال الكالوريز ديالي جايين من الدهون، 36% جايين من البروتيين، و 47% جايين من الكارب. ماكروز تقريبا تقسيمه مزيانه، من غير ان الدهون تعجبني نطلعهم زعما 25%، ولكن ما فيها باس تنضحيو مع التجربه. المهم هي 85 غرام ديال الشوفان و 50 غرام ديال الواي، واول واي غادي ندير هي واي فريز. المهم هاي زدت واحد 2 غرام ديال الكرياتين بغيت هضرت عليها. المهم شنو غادي تشوفوني زعما كندير بزاف فالكرياتين، غنكون كناخذو تقريبا واحد 3 حتى 4 د المرات في النهار، 2 غرام 2 غرام غرام 2 غرام 2 غرام. المهم واحد التوتال ما بين 6 حتى 8 ديال، ما بين 5 حتى 8 غرام ديال الكرياتين في النهار. دابا ندوزو للطحن. المهم هو هذا الفطور. الله 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 خفيف بزاف، معليش. المهم هو هذا الفطور، حتى الغدا وثاني ونعاودو نتشاوفو. غير باش تعرفوا واحد الحاجه، الشوفان باش مزيان فهو، علاش زعما الشوفان؟ وعلاش انا ملي كنت درت داك التصويت في انستغرام كنت كنقول يا ربي اختاروا الشوفان، يا ربي اختاروا الشوفان، ما يختاروش لي غير الواي بوحدو، حيت الشوفان فيه الالياف كاع اللي غادي ناخذ، فيه بزاف ديال الدهون الصحيه، فيه بزاف ديال الفيتامينات، فيه بوتاسيوم، دونك بزاف ديال الحوايج اللي غادي نقدر نحتاجهم في النهار ديالي. فهمتي في الحديد هو اللي غادي يكفيني تقريبا في هذه النسبه اللي غناخذ، ما عرفتش شحال ديال الشوفان، نص كيلو في النار ولا شي حاجه.
دونك فهمتي فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يحتاجهم الجسم ديالي وهذا الشيء مزيان. داكشي علاش ما الواي بوحدو صعيبه نقدر نديرها من بعد، ولكن حاليا دابا نديرو الواي وشوفان ونقول لكم كيفاش داز. المهم هو راه ما بقاش بزاف الفطور وصراحه والله الا واخا فطور واخا قلت لكم خفيف ولكن ثقيل واخا اللي حضرت فيه بزاف ديال المهم ميترو الله عرفت قريبا. ها هو شربت خلاص الكينات ديال الاوميغا 3 وملتي فيتامين فينيتو. هادي 12 تقريبا ونص راسي شويه كيضرني ولكن غالبا غير الصوديوم هذا، دونك ملي غنوض الشيكر جاي غادي ندير شويه ديال الملح بطبيعه الحال لي تبجوج ان شاء الله عاد غادي نضرب. دابا غادي نضربها بواحد النعسه خفيفه هاشي 15 دقيقه باش نوض نكمل شي خدمه كنديرها. المهم واحد الحاجه مهمه قبيله فالناس اللي يكونوا في ستوري يكونوا قال هضرت عليها، الحاجه اللي هي الملحه بحال ملي كنحيدوا زعما الصوديوم فواخا غنشرب غير هذا الشيء خصني ضروري زعما واحد المصدر ديال الصوديوم اللي هو الملحه. نورمالمون في الماكله فكنزيدوا شويه ديال الملحه وعلى هادشي كنقول لكم ما تحيدوهاش فغيبدا يحس براسكم كيضركم. هادو الناس اللي كيديروا اللو كارب ولا كيديروا ولا في الكيتو دايت حتى هي كذلك كيطرى نفس الحاجه، ولا الناس اللي كيحيدوا الملحه بمره فالملحه عمرنا نحيدوها الملح ما نحيدوهاش. درت 150 غرام ديال الشوفان ها هي وموراه عندي غادي ندير 50 غرام ديال الواي ها هي. المهم 50 غرام ديال الشوكولات ديال الواي الشوكولا كراميل ودرت تقريبا واحد 2 غرام ديال الكرياتين جبار رقم 2 عشيش انني عرفتي شنو سميتو مع درت الملحه. داكشي ملي درت الملحه ما بغيتش ندير شي حاجه فيها الفروي هذا ما درت الواي ديال الشوكولاط حيت عرفتي كي تيجي الشوكولاط مع الملحه ناري واحد الحاجه راه واعره ما يمكنش عرفتي الشوكولا صالي مخير مخير مخير. هذه كنت اكتشفتها في واحد هنا كنت واحد المره مشيت شريت واحد البار ديال الشوكولاط شوكولا نوار وبقينا مذاق ما هنا كاين بزاف ديال الشوكولا نوار بالمذاقات كاين ليمون كاين حتى في المغرب زعما كنقول لكم هنا موجود بزاف لقيت واحد لقيتو بفلور دو سال قلت انا نجربو عرفتي واعر والله الا واعر ما يمكنش. وقت الوجبة الثالثة 30 غرام 50 غرام ديال الواي و 50 غرام ديال الشوفان واي بنان. شربت قبيلة واحد الوجبة اللي ما صورتهاش وهذه الأخرى. المهم ما خديتش واي خديت كازين نفس الحاجه تقريبا غير هذا كيتهضم ثقيل و100 غرام ديال الشوفان قبيله عاوتاني خديت 50 غرام ديال الواي و100 غرام ديال الشوفان حيت كانت بقات لي 50 غرام شوفان و150 غرام شوفان بما انني مشيت للصال قسمتهم على جوج وجبات. والصراحه فيا الجوع شويه ماشي الجوع لايك واحد الاحساس غريب بحال ما تيخاوي فهمتي المعده خاليه. المهم ندوز واحد لابيلو صباح الخير نهار 120 السيم قال لك ولا في المسكوزة باي ذا واي في المسكوزة كنهضرو على لاصيص كنهضرو على الليجين اللي هو النهار الثاني هذا في التشالنج ديال المهم ديال الواي و الشوفان بطبيعة الحال وثاني نفس الفطور ديال البارح 85 غرام ديال الشوفان و 50 غرام ديال الواي. المهم خليكم معايا ديرو اي ستوري واحد ستوري مزيان. صباح الخير صباح الخير كنتمنى تكون نعستو مزيان صحتو مزيان فطرتو مزيان ولا عاد غادي تفطرو مزيان. هاكا دوزنا اول طاش ديال النهار واحد الحاجة بيضاء بيسبس عندي عشي والله ما كنخدمهم ما كنخدمهمش هما التريسبس مبقيتش كنخدمهم
دونك كما قلت لك واحد زيت ديال الحوت ديتو ونخليه هنا كنضرب تقريبا 3 غرام ليا جوج من هادي واحد الحبة ديال الملتي فيتامين. دونك البارح حديت هاد الاوميغا 3 اليوم ناخذ الزيت عاوتاني غدا اوميغا 3 وهذيك انا واخا تنقول اوميغا 3 صلا اخر اوميغا 3 هذا فيه الزيت ديال الحوت. المهم الزيت ديال الحوت مجموع هنا حتى اخر الزيت ديال الحوت واحد الموري واحد الموري واحد الحوت اللي فيه واحد الكبده مهم دهنيه شي محادي اصلا ماشي بان ما قاس كنهضر. فطور صالح ناو وقت الوجبه الاولى مرحبا وقت الغداء يلا درت واحد الدوش خفيف ظريف درت واحد حسين هنا شعري مخليه باش ينشف. المهم وقت الغداء بطبيعه الحال نفس الحاجه ديال البارح نفس الحاجه ديال البارح 150 غرام ديال الشوفان و 50 غرام ديال الواي. المهم 50 غرام ديال الواي فريز 150 غرام ديال الشوفان. الضوء ديال الصوالات صاوب لكم الطراسينات باش تحركو صاوب لكم صاوب لكم الرويضة ما ندومش دمزة ديالك هذا هاي جو واحد النار بولا وجبة رقم 3 غندير لكم كاع واحد السيستيم كيسولوج كثير أكثر من نسالي هاد الروبا نتكا. المهم السلام عليكم حبايبي اول فلوق في القناه ديالي ديروا اشتراك سبسكرايب سبسكرايب ولايك الدراري عندي مشكل في لاشين هز واحد قال لك موتيزاسيون ما عنديش موتيزاسيون حبس لي الموتيزاسيون خوتي هادشي اللي كاين ديروا لايك سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم وباش هاد الفيديو هاد الفيديو تحت في الكومنتات تحت في الكومنتات كومونتير وصلوا على 10000 لايك وندير لكم جيف اوي واللي بارطاجاني بارطاجيه في ستوري تهلا. المهم يلا جيت من واحد الحصه صراحه مخيره مزيانه مات مزيانه الجسم المهم ما تفاعل مزيان قبيله دخلت للطواليت عادي شويه عادي مش عادي بزاف مي المهم مزيان. دابا غادي نضرب سناك لي مور جيم ومن مورا بشي ساعه نضرب اخر روبا اللي عندي. شوفان و 50 غرام ديال الواي هاي هنا هذا هو الفطور هذا هو الفطور غادي نضربو كما العاده مع الاوميغا 3 ومع صافي هذا هو الفطور شيكر رقم والله ما عرفت ما والله ما عرفت ولكن اليوم 1 2 3 هذا الثالث ديال اليوم عندي 5 في النهار دونك 10 هذا 13 دونك مور هذا كان حطوه هنا موراه نمشي لاصال تكا شويه عاد نمشي لاصال مزيان نستا شي 3:30 خاصني نمشي عندي تران المهم نغسل وجهي ونضرب الفطور خليكم معايا. السبب علاش الميزان كي بحال دابا طلع هو كاين بزاف د الحوايج. اول حاجه بعدا كليت البارح حتى 3 عاد خديت اخر ربا دونك مازال يكون مازال في المعده. الحاجه الاخرى هو ترينيت البارح الرجلين
ملي كتريني شي حصه كبيره عاوتاني كتقدر تهز الوزن ما نعش مزيان على حاجه اخرى. المهم بزاف ديال العوامل اللي يقدروا يبدلوا داكشي علاش ما كنثقوش في الميزان 100%. دونك دابا نجيو حتى الفطور. الفطور غادي يكون ملكي، شي حاجه الخيال العلمي. 85 غرام ديال الشوفان و 50 غرام ديال الواي. 50 غرام ديال الواي شوكولا. نديرو شوية ملوح أوميغا 3 و الملتي فيتامين. أوميغا 3 المهم هو هذا، خليكم معايا. آخر واحد هو هذا باش غنساليو النهار الأخر هذا باش نقلب على ميزان. وهنا غادي تكون سالات التجربه ديالي. بطبيعه الحال كما شفتوا داك النهار الاخر، النهار الخامس فكان النهار ديال العيد، دونك ما قدرتش نكمل سيمانه، ولكن كما درت في التيتر فراه غير 5 ايام ل 120 ساعه. التجربه هذه علاش درتها في الاول هو باش نبين بان تقريبا راه ما كاينش الفرق في الماكله اللي غادي تستعملوا. فراه الواي كما فايت شرحت في الفيديو هذه، فراه الواي واحد الحاجه اللي عاديه اللي جايه من مصادر طبيعيه. الشوفان كذلك هو ماشي شي ماكله خياليه اللي غادي تغلظك، وماشي ماكله اللي غادي تضعفك، فهو كيبقى حتى هو ماكله لراسو. بالنسبه للاحساس كيفاش راكم تشوف فيديو، صراحه الاحاسيس ديالي كانوا عاديين، من غير كنجوع شويه اكثر زعما من العادي، ولكن ماشي شي جوع، ماشي شي جوع، ولكن كان زعما كان بامكاني اني نقدر نشرب. كنت غير كنحبس راسي، كنمشي زعما كندير شي حاجه، ولكن كان ديما بامكاني اني ناكل. وهذا الشيء اللي علاش كنقول بان العواصر غادي يعاونكم انكم بغيتو تزيدوا الوزن، والعكس كذلك الا كنتو باغيين نقصوا الوزن فالعواصر ماشي هما صحابكم. فالماكله بلاصه ما نعصرها نحاول ناكلها بوحدها بحال غناكل مثلا واحد عصير كاس ديال الليمونه يكون فيه ثلاثه ديال الليمونات، غيجيني ساهل الا شربت كاس ديال العصير، ولكن غتجيني صعيبه الا كليت ثلاثه ديال الليمونات. فلذاك الشيء من الاحسن اللي كنتو باغيين مثلا تزيدوا الوزن فمن الاحسن اني نعصر دوك الليمونات، كنتو باغيين تنقصوا الوزن فمن الاحسن اني ناكل هذوك الليمونات حبه حبه. المهم هو هذا الصراحه التجربه كانت غير لي تجربة فقط وصافي، باش تشوفوا. لكن الا كان عندكم واحد التساؤل شنو غادي يوقع الى دوزت سيمانه بالواي والشوفان، كما شفتوا ما وقع والو. فبحال هكا كنت قبل اصلا كنت كنطلع ونهبط في الوزن، كما شفتوا هذيك كيلو ونص هو واحد كيلو ونص. علاش؟ حيت الاغلبيه ثاني ديال الكارب اللي في الشوفان ففي نسبه كبيره ديال الالياف، دونك هنا غايلو حنا لواحد الموضوع واحد اخر اللي هو النيت كارب او الوزن او الكارب الصافي اللي كندخلو في النهار. فداكشي علاش الجسم ديالي كما شفتوا فهو كان غادي كان تيتبدل شويه كما لاحظتوا، فبقيت غادي وكنقص زعما في نسبه الدهون في السانتور ابدومينال زعما في الكرش والصدر، علما ان هذيك هي اصعب بلاصه عندي بالنسبه ليا انا، الجينات ديالي اصعب بلاصه هي هذيك اللي كنقص منها. المهم هادشي باش نبين لكم انه لا علاقه ما بين 2800 كالوري اللي كناكل عاديه واللي كناكل بالواي الشوفان. بحال اللي غتشوفوا زعما حاليا فانا كناكل 2800 كالوري مخلطه، وغادي تشوفوا من هنا شهر ولا من هنا شهرين. المهم تترشق غندير واحد الفيديو طويله في التغير ديالي وقيل في 3 شهور في طلع وبعد. ديروا لايك سبسكرايب وبارطاجيو مع صحابكم، وباش هاد الفيديو هاد فيديو لتحت في الكومونتيرات تحت في الكومونتيرات كومونتيو وصلوا على 10000 لايك. المهم هو هذا الفيديو، كان معكم صابر مفيد ناس بالدارجة، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا. الى عجبتكم الفيديو بارطاجيوها، خليو التعليق، ديروا لايك، المهم راكم عارفين هذا الشيء كامل. و هذا تهلاو ليا في راسكم. كان معكم صابر مفيد ناس بالدارجة، ونبقى معكم ديما وبالدارجة. تهلاو.